هاي جايز، اوكي اليوم بدنا نراجع كي سي ال وكي في ال. اول شي بيكون عندنا كرنت في كل سيركت، حيكون عندنا الاي اس هون، بعدين بتقسم لاي 1 واي 2، بعدين عندنا 6 فولت هون، وعندنا الفولتج دروب اباوت ايتش ريزيستور. اوكي، اول ستيب رح نعملها هو انه نختصر، او ممكن نقول rewrite the circuit بطريقة ابسط. يعني ممكن نقول 6 فولت 1.8 كيلو، بعدين 5.6 كيلو، بعدين we can just add these two ونعمل واحد resistor. we add them in series and 1.8K هون 5.6K، وهون عنا 3.3 plus 3.9 is 7.2. اوكي، بنخلي الكالكوليتر جنبنا عشان نتأكد من حلولنا. اوكي، هيك بصير عنا اي اس، وعنا اي 2، وهنا عنا اي 1. طبعا احنا بنعرف انه اي 2 بالسيريز ما بتتغير، بس الفولتج بتغير، والعكس في البارالل الكرنت بتغير بس الفولتج ما بتغير. فاحنا هنا عنا 6 فولت، وهنا في عنا فولتج دروب. اوكي، اسهل اشي ممكن نسويه انه نعمل هدول ان بارلل. ايش بيعطينا 5.6 بارلل تو 7.2، بنحسبها. مش لازم نعمل الكيلو، بس we can just 5.6 times 7.2 over 5.6 plus 7.2 is 3.15. بس ما بننسى انه هاي بالكيلو. وهلأ في الآخر ستيب حتكون كتير ايزي، بس we add these in series، بيعطينا 'The most simple circuit we can ever ask for. هلا بكل بساطة بدنا نلاقي الـ IS، اللي هو الـ I اللي خارج من السورس، الـ current الخارج من السورس اللي هو total current، اللي هو بيساوي I1 plus I2. حيكون عبارة عن I equals V over R. So IS equals the voltage of the source على total resistance or total equals 6 على 4.95 k ohm، بيعطينا 1 over 825 ampere equals to 1.212 milli ampere. احنا هيك we solved most of the question، لانه once we have I source احنا بنعرف انه we can easily find the rest of the things. Since we have the current that goes through this resistor, the only missing thing is the voltage plus minus V1. فمنقول V1، ال V about 1.8 kilo ohm equals V1 equals
ال V equals I R صح؟ احنا ال current اللي ماشي هنا هو IS ضرب ال voltage V1 is about 1.8 كيلو اوم بيساوي 1.212 ملي امبير ضرب 1.8 كيلو اوم بيعطينا how much is the voltage نضربه ب 1.8 times 10 power 3 طبعا الكيلو بتتكنسل مع الملي بيعطينا 2.18 volts alright so لقينا ال first variable actually the first and the second variable هلا بدنا نلاقي I2 و I1 و V2 3 و 4 اوكي بدنا نراجع قانون ال عشان نلاقي الكرنت I1 نستخدم الكرنت ديفايدر رول بنقول انه I1 equals التوتال كرنت اللي هو IS مضروب ب IS مضروب ب الريزيستور اللي عكس التوتال ريزيستنس اللي عند I2 احنا بدنا I1 ناخذ التوتال ريزيستنس اللي عند I2 او ماي جاد اتس بروكن نعمل التوتال ريزيستنس اللي عند I2 اللي هو R اللي هو 7.2 كيلو اوم 7.2 كيلو اوم على السميشن تبع both currents قصدي سوري both 7.2 كيلو اوم plus 5.6 كيلو اوم اللي هو هذا plus هذا resistance اوكي هذه بنسميها الكرنت ديفايدر رول الفولتج ديفايدر رول بتكون العكس ما بنستخدم الريزستور المعاكس للي بدنا اياه احنا بدنا I1 نحط فوق التوتال ريزيستنس عند I2 وطبعا لازم يكون عندنا هذا النظام انه كوز تو ويز طيب بيعطينا 1.212 ضرب 7.2 على 7.2 plus 5.6 طبعا هنا عنا كيلو مقسومة على اللي تحت كله كيلو فبتكنسل so you don't need to write it بس هادي ملي ما بننسى احنا هذا الاشي بيساوي طبعا هذا عبارة عن ريشو قديش في لانه الكرنت دائما بيكون اكتر لما الريزيستنس يكون اقل صح لانه الريزيستنس بمنع الكرنت فاحنا بنحط الريزيستنس العالي فوق 7.2 it's just a ratio 7.2 plus 5.6 يعطينا 6.81 almost 8 times 10 power negative 4 amperes equals to 681 almost micro ampere okay بعدين I2 طبعا I2 سهلة لأنه we don't need to do this بالعكس يعني ممكن نلاقي I2 نفس الشيء بس بنحط فوق 5.6 بس we don't need to لأنه I2 equals I source ناقص I1 لأنه I source is the total of I1 plus I2 so simply I2 is IS minus I1 equals to 1.212 ملي أمبير ناقص 600 or 0.6818
ملي أمبير بتساوي 1.212 ناقص 0.6818 بيساوي 0.5302 ملي أمبير. هلا إحنا من السيركت الأساسية عنا IS V1. We have I1 and I2. Once we have the current that goes through that goes through 5.6, we can easily find V2. V5.6 kilo ohm بتساوي V2 بتساوي I1 ضرب 5.6 kilo ohm بتساوي what's I1 is 0.6818 ملي أمبير ضرب 5.6 كيلو أوم. كيلو كانسلز ملي بيصير عنا 0.6818 ضرب 5.6 3.818 فولتس. هلا منقول إنه we have V2، ضايل عنا V3 و V4 رح يكونوا كتير سهلين. Since we have I2, so simply V3.3 kΩ بتساوي 3.3 ضرب 0.5302 بتساوي 1.75 almost volts, and V3.9K بتساوي 3.9 ضرب 0.503 بتساوي weight 0.5302 بتساوي غير بس عادي 2 فولتس. هلا عشان نتأكد من أجوبتنا إيش بنسوي؟ نعرف إنه we have 6 فولتس here. منقول إنه 6 فولتس minus right. What's V1? 2 6 هنا عنا 2.18 V3 قلنا قصدي V2 قلنا is where's V2 3.818 so let's see 6 minus 2.18 بيساوي 3.82 which is almost 3.818. It's the same يعني هادي almost 3.82 volts. We know this because 6 minus the voltage drop in here is 2.818 بيساوي nodal voltage here اللي هو عنا V and V node 1 مثلا اللي هو 3.818. since here we have a ground, then the node voltage here is 3.81 which is equal to 3.81 equals to this. بعدين we have another voltage drop at 3.3K which is 1.75, so VN1. So VN1 to the ground لازم هاي plus هاي يساوي هاي لأنه this ناقص this should equal to 0 لأنه ال voltage here V is 0 صح؟ We know this. طيب عندنا 3
قلنا ايش ال VN بتساوي 3.82 almost minus V3 اللي هو 1.75 minus ال voltage drop 2 بيساوي almost zero guys. So we can say that we can confirm انه جوابنا صح. Yes. So